اهلا بيكم في حلقه جديده من اللعبه من يلا كوره. معاكم احمد شكر. ضيف النهارده واحد من المهاجمين المخضرمين جدا في الدوري المصري، لاعب لانديه طنطا، الانتاج الحربي، سموحه، اتحاد السكندري، الزمالك، الجونه، طلائع الجيش، واخيرا الداخليه. ضيف اللعبه النهارده خالد قمر. منور يا خالد. حبيبي احمد، بنورك. انا مبسوط ان انا موجود معاك. طبعا الموسم الاخير خالد قمر كان في طلائع الجيش، كان منتظر يكمل. ايه اللي حصل وليه ما جددش؟ وهل في مشكله مع الكابتن عبد الحميد بسيوني؟ هو مفيش مشاكل ولا اي حاجه. هو انا رحت نادي طلائع الجيش، كنت ماضي سنه ولعبت الدور الاولاني كله، وبعد كده جات لي اصابه في بطني فقعدت فتره. جه الكابتن عماد النحاس، ما يعني ما كنتش بلعب قد كده، فاخر كام ماتش بس اللي ما لعبتش يعني. بس طب بص، انا عارف ان في مشكله بين خالد قمر والكابتن بسيوني. ده تعليق، مفيش مشاكل. مفيش مشاكل ولا مش حابب تتكلم؟ لا مش هتكلم، مش هتكلم، مش حابب تتكلم. لا لا خالص. من اتحاد الشرطة موسم استثنائي لخالد قمر، بعد كده انضم للزمالك. انا عايز اعرف الكواليس بقى، مين كلمك في الزمالك قبل الزمالك؟ عندي معلومة ان طبعا انت مضيت في الاهلي، وبل كمان خدت مقدم تعاقد في الاهلي، لا وكمان مضيت في امبي. فانت كلمني عن كواليس بعد التألق من اتحاد الشرطة لانضمامك للزمالك، والأزمة اللي حصلت بتاعت ان انت وقعت التلات أندية. بص، هو انا يعني اول نادي وقعت له بقى وانا في اتحاد الشرطة كان النادي امبي، وكنت واخد قرار ان انا هروح امبي. ففي الوقت ده انا رحت المنتخب وكده، فاللعيبة كلها قاعدين في يعني كلهم صحابي في المنتخب، بنتكلم مع بعض يعني هنروح فين وكده، فمعظمهم كانوا رايحين الزمالك يعني. فجي الاهلي بعديها كلمني، كانش في زمالك خالص يعني. فاما كلمني الاهلي فاتكلمت مع بتوع انبي وكده، فرحت مضيت في الاهلي والمفروض ان في يعني خلصت وفي مقدم تعاقد بكره يعني تاني يوم يعني. فخلصت وكلمت، وفي النادي عرفوا ان انا مضيت انا ومعروف يوسف في الاهلي. فقعدت فتره بقى ما حدش بيكلمني، انا كنت بقى بكلمهم ان انا موضوع الاهلي ايه، وما كانش في زمالك، ما كانش في حاجه خالص. فجالي بقى مع موضوع الزمالك عن طريق النادي يعني، وكلموني وكلمني الكابتن احمد سليمان، وكان احمد مرتضى منصور، وكلمني المستشار مرتضى. فبصراحه رحت وعرفتهم ان انا موقع على عقود للنادي الاهلي. فكان اللي هي الرغبه اللي كانت هتحدد ان انا اروح فين يعني، فكانت رغبتي لنادي الزمالك يعني. وبعد كده انا اتوقفت 6 أو 7 شهور يعني، كنت انا ومعروف يوسف. رجعت المقدم اللي خدته من الاهلي؟ ما كنتش لسه، كان كاتش كات، رجعت كل حاجه شكيت. وكانت اضعاف الفلوس اللي كنت اخدها في الزمالك. ايه اللي خلاك تختار ان انت تروح الزمالك مع انك زي ما بتقول كانت فلوس الاهلي اكتر؟ لا انا يعني انا بحب الزمالك، بشجع الزمالك من زمن يعني. فانا يعني الموضوع ما جاش كده برضو، الموضوع انا مضيت في الاهلي ما حدش كلمني بعديها يعني، ما حدش قال لي اي حاجه بعديها يعني. بس اوريدي كان في اتفاق وكان في شيكات، كان في بس ما فيش يعني الوكيل، ما فيش جديه، ما فيش كلام من ده. فالموضوع الزمالك جه بقى يعني. ولا انت كنت بتتلكك عشان تروح الزمالك؟ هو مش تلكيك، هو الموضوع يعني كان قرار من عندنا من النادي ان انا خلاص هنروح الزمالك. فانا كنت مبسوط يعني، كمان كنا رايحين 18 لعيب جداد في نادي الزمالك، فده كانت حاجه كويسه. في السنه اللي احنا رحنا فيها الحمد لله خدنا الدوري وخدنا كاس. الكاس والسوبر، فحققنا اللي احنا عايزينه يعني الحمد لله. عملت موسم استثنائي مع الزمالك. لو رجعنا لورا شويه وانت كملت في الاهلي، بس هل تفتكر ان انت كان ممكن يبقى عمرك في الاهلي اكتر من عمرك بالزمالك؟ ممكن، كان ممكن نبقى كده، ان يعني في الاهلي ممكن بيصبروا على اللعيبه شويه يعني. في الزمالك احنا يعني انا استعجلت ان انا يعني الفتره الاخيره ما كنتش بلعب، فكنت عايز العب، وانا ما بحبش اروح اي حته يعني، اي مكان عايز اروح وعايز العب، خلاص مش هلعب هنا اروح مكان تاني. فانا في الزمالك حسيت في الاخر ان انا مش هبقى موجود، مش هلعب، فطبيعي ان انا طلبت ان انا امشي ورحت سموحه في الوقت ده. وما كده رجعت للزمالك تاني؟ رجعت لعبت سنه في سموحه، وكده رحت الاتحاد عملت موسم كويس ورجعت الزمالك سنه يعني. بعد كده رجعت الاتحاد بقى، قعدت 5 سنين في الاتحاد، دي كانت من احسن 5 سنين قضيتهم في حياتي يعني. ايه اللي حصل مع حسام حسن في الزمالك؟
لا ما حصلش والله حاجه، ما فيش يعني ما فيش مشكله. هو كابتن حسام يعني ما كانش، انا اول ما جه كان انا كابتن فرقه، ف طبيعي ان يعني هو جاي عليا، وهو كان قبلي في نادي الاتحاد، كابتن حسام مدرب كبير، وكان ليا الشرف ان انا اتمرنت معاه. بس هي المشكله ان احنا كنا بنخسر، فانا يعني لحد دلوقتي وانا قاعد معاك دلوقتي انا ما اعرفش ايه المشكله اللي خلتني ان انا اقعد في البيت 5 شهور. انا قعدت في البيت 5 شهور، ما يعني بتمرن لوحدي وما فيش اي. في الاتحاد السكندري خد في الاتحاد. وبعد كده كلموني بعد ال5 شهور، رجعت واخر 6 ماتشات ولا حاجه، كل ماتش كنت بجيب لي جونين يعني. فما حاولت يعني ما حبيتش بقى ان يبقى في مشاكل ما بينه وما بينه، ما بين الكابتن حسام، فطلبت ان انا امشي. اذا المشكله بتاعت الزمالك انتقلت معاك لما كان مدير فني للاتحاد السكندري، كده يبقى في مشكله خالد بين خالد قمر وبين الكابتن حسام لا 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 خالص والله ما فيش مشاكل. هي المشكله ان يعني انا دلوقتي انا مش شايف لها مشكله ان انا ليه طلب ان انت ما تمررش، مش انا بس يعني، مش انا انت واربعه كمان، انا وعماد السيد وكان صبري ومحمود رزق ومحمد عطوه نور. نور ما كانش موجود، كان مش فانا لحد دلوقتي مش لاقي سبب. طب اقول لك المعلومه اللي عندي، كنتوا عاملين مشاكل. هو بيتقال ان انا إن مش انا ان بيبقى في مشاكل. بص انت عندك لعيبه مصر كل يعني كلها، اسال اي لعيب لو في حد عمل مشكله، ما فيش مشاكل. هي المشكله كلها كانت انت بتخسر، فلازم حد من الاخر يعني يشيل الليله يعني زي ما بيقول. بتحب الزمالك جدا، كنت في بيت اهلاوي وانت كنت مصمم على تشجيع الزمالك، ولما لعبت للزمالك وبعد خروج من الزمالك فضلت محتفظ بحبك للزمالك، احرزت هدف في الاهلي بقميص سموحه واحتفلت بشعار الزمالك. طبعا هو كل اللي انا فيه ده كان يعني كان حلم كنت انا بحلمه، ان انا يعني بحلم ان اللي حصل لي ده كله كنت يعني زي ما بقول لك كان حلم فبيتحقق يعني. فالحمد لله يعني ان انا حققت جزء من حلمي في الكوره، ان انا لعبت النادي الزمالك ولعبت المنتخب مصر والانديه مصر كلها يعني، انا لعبت الانديه كتير فالحمد لله يعني. بعد ما مشيت من الزمالك تألقت في اكتر من فريق، حرصت اهداف كتير، انتاج حربي ويمكن برضو مع الجونه، مونديال روسيا، كوبر، وقتها انت كنت متألق جدا واحرزت اهداف كتير، كان ليك بوست شهير حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنت على كوبر؟ مش على كوبر انا يعني، هو حسبي الله ونعم الوكيل دي ان انا يعني انا بحاسبن على اي حد ظلمني يعني انت انا حسيت انا كنت كان موجود كوبر، وكان موجود يعني في الوقت ده اصلا يعني انا كنت رايح، الكلام كلموني ان فانت رايح وفجاه لقيت نفسك ما روحتش، فانت عرفت ان انت رايح وكسرت الدنيا وبقيت تدوس على نفسك اكتر وكده، وكنت تستحق ان انت تبقى لازم تبقى موجود فما روحتش. فده يعني انا يعني هي طلعت كده مني، فخلاص يعني الحمد لله مسامح اي حد يعني. الاختيار كان بالالوان، انت مش اهلي وزمالك او اسماعيلي، هي ممكن اللي في الوقت ده، لو انا كنت في الوقت ده جايب 17 جون في الدوري مع الكابتن حلمي طولاب، فلو انا موجود في الوقت ده مع 10 تجون وانا في الاهلي او في الزمالك كنت رحت. مروان محسن ظهر في مونديال روسيا، او لا؟ خالد قمر كان يستحق الفرصه اكتر من مروان محسن؟ لا انا ما مروان لعيب كويس وكل حاجه، كنت ممكن ابقى موجود يعني، انا كنت ممكن في الوقت ده ابقى موجود معاهم يعني. خالد قمر ليك اجوال تحفه في الدوري كتير، كل نادي اجوالك عامله زي اجوال كابتن حسام حسن وصلاح امين، في كده مجموعه من المهاجمين ليهم اجوال مختلفه. عايز جول بالنسبة لك ده لما بتتفرج عليه بتقول انا ازاي جبت الجول ده؟ لا هي في حاجة فيه يعني، مثلا الجول وانا في منتخب مصر مع شيلي ضد شيلي اللي هو اللوب، ده من صغري وانا بعمل، حتى في الزمالك قعدوا في فترة فيش يعني كان بيبقى بيتعملوا فيديوهات تريقة ان انا كنت في الزمالك كنت بروح وبعمل الحاجات دي اللوب ده. فانا يعني الجول ده انا يعني من احسن الجول اللي انا جبتها، فهو ده الجول اللي انا يعني انا فاكره ان هو مميز يعني. طب اغلى جول، ده احلى جول، انا عايز اغلى جول، كان جول غالي وفي وقته. جول غالي وممكن وانا في الاتحاد، وانا في الاتحاد في تونس الترجي التونسي، جبت جول، كنا رايحين هناك متعادلين هنا في البطوله العربيه 1-1، ولازم هناك نروح نتعادل 1-1 او نتعادل 0 يعني، مش يعني لازم هو ما يكسبوناش. فاول 10 دقايق ربنا كرمني وجبت جون يعني الحمد لله، فهو ده كان غالي جدا يعني. جول مهاجم دخله في الدوري المصري
عجبك جدا وتمنيت ان انت تجيب زيه. صلاح امين في مرمى كان هو في الانتاج وجابه في الجيش، فانا جبت زيه يعني مش زيه قوي يعني. في الاتحاد السكندري في الاتحاد ضد المقصة ورفضت الاحتفال. لا في المقصة كنت في الوقت ده كنت اول ماتش هلعبه مع كابتن حسام بعد الايقاف. انا عارف ان انت جريء، انا عايزك ترتب لي افضل 6 مهاجمين خلال 10 سنين اللي فاتوا. 10 سنين يعني 1 2 3 بالترتيب. عماد متعب، كابتن عماد متعب 1. عمرو زكي 2. 10 سنين اللي فاتوا اللي انت كنت متالق فيهم مع الزمالك، اتحاد الشرطه طبعا وبقيه الانديه. صلاح امين 3 ترتيبة. احمد جعفر 4 في الوقت اللي هو في تاريخ صلاح عاشور خلال اخر 10 سنين. صلاح عاشور 5 في ناقص 1 فيرود افريقيا عادي ولا ماشي في الدوري المصري ماشي. كان بوبا معايا في اتحاد الشرطه. ليه ما حطيتش خالد قمر؟ لا انا بعديهم. انا رقم كام مثلا؟ بعديهم في الاخر خالص. انا ايه رايك في اسعار اللعيبه يا خالد دلوقتي؟ 40 مليون جنيه، في لاعب في مصر يستحق 40 مليون جنيه؟ انا قلت قبل كده يعني بص هي الدنيا يعني مقفوره قوي يعني الموضوع في الاسعار والفلوس، الواحد بيسمع حاجات صعبه قوي. فلو جيت تقول لي مثلا اكتر لعيب في مصر ياخد كام اقول لك مثلا 15 مليون 20 مليون ده اخر حاجه. مين؟ عبد الله السعيد. غيره؟ عبد الله السعيد 20 مليون، مين تاني؟ عبد الله السعيد ممكن في الشناوي محمد احمد الشناوي الحارس محمد الشناوي برضه زيزو. مين اللعيب اللي نفسك يلعب في الزمالك؟ انا كنت نفسي مروان عطيه كان هيفرق مع الزمالك. مروان لعيب كويس، لعب معايا في الاتحاد وكان طالع معايا صغير فانا كنت عارف امكانياته، فنادي الزمالك كان محتاجه بعد طارق حامد ما مشي. انضميت للانتاج الحربي بعدها بيوم لعبت ماتش قدام الرجاء وجت ركله جزاء واتحطيت ان انت هتشوط هتلعبها، كان قدامك محمود الزنفولي. صرفت ازاي عشان المعلومه دي عندي، صرفت ازاي عشان تجيب الجول ده بالعافيه، عملت ايه؟ بص هو انا رحت الانتاج اتمرنت النهارده ودخلت معسكر بكره وماتش الرجاء بعد بكره. فروحنا الماتش انا كنت لسه جاي فقعد احتياطي الماتش ده، ف الشوط الاولاني خلص، الشوط الثاني اول 5 دقايق نزلت، اول ما نزلت جت ضربه جزاء فاللعيبه كلها جابت الكوره وقالت لي ادخل العب انت ضربه الجزاء. فانا بصراحه يعني انا لسه جاي النادي جديد وخايف ان يعني مش خايف يعني قلت لو الكره دي ضاعت هتبقى السنه شكلها كده هتبقى باين. فانا بحط الكره ولقيت الزنفولي جاي واقف لي قدام الزنفولي جاي واقف لي قدام الكره قال لي هصدها ومش هصدها. فانا حلفت ان قلت له كده يعني ربنا يسامحنا بقى، قلت له انا هلعبها لك على شمالك وحلفت له وجيت داخل حاططها على يمينه وجيت مستغفر يعني استغفرت عشان تدخل فدخلت يعني فالحمد لله استغفرت ربنا يخليك.